احنا معانا هاتفيا الفنان حسام حسني. اهلا بحضرتك. مساء الخير، اهلا وسهلا بيك. ايه يعني السبب اللي حضرتك بتشوفه ان اغنيه لولاش رجعت بالشكل ده؟ يعني هو هي الغنوه الحقيقيه من ساعه ما طلعت سنه 1990 وهي ترند، يعني حالات الغنى بتطلب على طول وكده. لكن اداء احمد حاتم الحقيقه، وتصوير المخرج عبد الرحمن ابو غزاله، والكاست كله موجود بالفنانين اللي كانوا موجودين، آية سماحة ومصطفى بوسريع ومحمود حافظ، ادوا الصورة ادت للغنوة بعد تاني. عجبت حضرتك؟ جدا جدا جدا، وكان أداءها تمام ومية مية، وأنا مبسوط جدا يعني من النتيجة اللي طلعناها. اعتقد دي مش اول مره برضو ان حضرتك يكون عندك اغاني بترجع تاني مره تانية، الناس بتسمعها وبتدندنها يعني بتنظر للامر ده ازاي؟ طيب عندنا مشكله في الاتصال مع الفنان حسام حسني، هنرجع مره تانية نتواصل معاه.